السلام عليكم من ورشة اف ام ميكانيك يا هونداي، نحييكم خاوتنا. حبيت نشارك معكم الفيديو هذا على لاشين تاع الحديد. كاين بزاف اللي يقولوا لاشين تاع الحديد ما تبدلش. هاي لاشين تاع الحديد قدامكم، هذه تاع غرويديس، هذه لاشين تاع غرويديس، هذه السنسلة، هذه هي لاشين تاع الحديد. هذه القديسي هذا وشنو القديسي هذا تاع بلاستيك، صح. هذه خاوتنا كاين بزاف يقول لك لاشين تاع حديد ما تبدلش، امشي بها 500 600 الف لا عني. هذه لاشين خاوتنا كي دير زيت عيانه عندكم، ها طوندور هذا كي دير زيت عيانه واش يصرا له الطوندور هذا؟ كي طيح في زيت عيانه يكلاطي الطوندور هذا، يفسد الطوندور هذا، تولي لاشين ما طونداش، تترخب، تولي لاشين تخدم. هاي شتي كي تنوض الصباح، كي تنوض الصباح تسمع تشرنين هذاك، ولا كي تكون تمشي تسمع تشرنين تاع لاشين، ولا تقربي هذاك تاع لاشين، كي تديها الميكانيسيان اللي قال لك لاشين فيدي فيها، قال لك لاشين بدل خويا العزيز، علاه؟ لاشين هذه تاع حديد اللي كي تكون تخبط هكذا مرخوفه تخبط انا في ليكليسيال هذو يتكسروا. هذه ليكليسيال هذه ها تاع بلاستيك، ها كي تكون تخبط فيها هذه تتكسر، هذه تاع بلاستيك ها كي تكسر، كي تكسر ليكليسيال هذه خاوتنا الفتات هذاك وين يروح؟ يروح يطيح ديريكت في الكارتيل. كي يطيح في الكارتيل يغلق لك لاكريبيل، تولي طوموبيل مونغريساج، تولي في خساره تاع موتور. الا كنت راح تهرب باش ما تبدلش لاشين تولي في خساره تاع موتور، قدر ثاني يبلوكي الطوندور هذا، تولي لاشين مرخوفه ثاني، تولي تخبط هكذاك، قدر ديكال البديكا في الموتور، ويصرى بزاف المشكل هذا تاع الطوندور خاوتنا في سبورتاج والتيكسون. هذا هو الفيديو تاعنا خاوتنا، لاشين تاع حديد تبدل ابارتير 200 الف. اللي يسمع تقربيع الصباح كي ينوض ولا كي يكون يمشي يسمع في الطريق الحس تاع تشرنين ولا تقربيع هذاك تاع لاشين يبدل قبل ما يولي في خساره كبيره. هذا هو الفيديو تاعنا خاوتنا. وثاني كاينه حاجه خاوتنا، ابارتير من السمانه هذه الخميس ما ناش خدامي، تسمى ابارتير من السمانه هذه وروح عندنا الخميس روبو خاوتنا، الخميس ما نخدموش، نقولوا خدموا من السبت للاربعاء، الاربعاء حتى الثمانية تاع الليل خاوتنا، السبت والحد والاثنين هذوك والثلاثة حتى الستة تاع العشية، والاربعاء حتى الثمانية تاع الليل، والخميس ماناش خدامين باش ما يجوش خاوتنا يستناونا هنا وما يلقاو ما نفتحوش الصباح ولا يتقلقوا شوية ولا، هنا بالخميس ماناش خدامين. ومرحبا بكم خاوتنا والسلام عليكم.